عندما تقترب النفخة الأولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها احد حي الا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقول الله تعالى: يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق؟ الإنس ماتوا والجن ماتوا والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة لسنا نفوسا وإنما نحن أرواح طاهرة. فنزل قوله تعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت. يقول إلهي لم يبق إلا جبريل ولو وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فأقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت، فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت، فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت، فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت، فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. ويموت ويموت يموت ملك.
الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار فجرت والنفوس زوجت السماء كشفت الجنة أزلفت الجحيم سعرت ينظر ربك إلى الدنيا وهي خالية فيقول يا دنيا أين أنهارك أين أشجارك أين بحارك أين قصورك أين الملوك أين الملوك أين أبناء الملوك أين الجبابرة أين أبناء الجبابرة أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم يا دنيا يا سفيا أين الجبابرة وأبناء الجبابرة أين الملوك أين أبناء الملوك أين سكان البيت الأبيض أين حكام الكرملين أين سكان عبدين وقصر الدين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال